الكابتن احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي السابق لتقييم اداء حراس المرمى. سيد كابتن احمد منورين يا كابتن، طولنا عليك ابو حميد يعني هارد لك. لا والله الحمد لله على كل حال، يعني موضوع صعب بس يعني عادي، هي كرة كده. يعني طبعا حضرتكم اتكلمتوا في كل حاجه، احنا غير موفقين النهارده مع بعض الاخفاقات بقى، تتكلموا انتوا فنيا زي ما انتوا عايزين، انما انا هتكلم على الجزء بتاعي. قلت لحضرتك قبل المباراه الحارس ده تحت الضغط الجماهيري العالي وتحت ضغط لعيبه النادي الاهلي هيغلط كتير وهيتساب لنا في حاجات كويسه، وقد كان في الدقيقه واحد لو شفنا قبل ما نشوف الحالات. انا قلت لحضرتك قبل المباراه اتمنى ان اللعيبه تشوط عليه 3 4 كور عشان الراجل ده هيغلط صح، هيغلط في مسك الكره، هيغلط في مسك الكره. وقلت لحضرتك ان هنضغط عليه لما الكره تبقى على الارض، هنضغط عليه هناخد منه من كره من رجليه كتير قوي. تعالى بقى ان حضرتك نستعرض الحالات مع بعض ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. في الدقيقه واحد اول كره راجعه له في السنتره رجعت له ونتيجه لضغط كهربا بيغلط في الباص بدل ما يلعبها الباك ليفت، وضغط الجماهير والهيصه في الاول خالص راح يحطها في الاوت، وده دليل على انه محطوط تحت ضغط عصبي قوي مخليها. هي دي الكره كانت ملعوبه من ناحيه اليمين راجعه له عايز يلعبها للباك ليفت، فطبعا مع ضغط كهربا من بعيد والضغط الجماهيري وده اعصابه وكل حاجه راح حاططها في الاوت. بعديها اعتقد الكره اللي بعديها كانت ايجابيه ليه، كانت كره من حسين الشحات لبيرسي تاو. بيرسي تاو يمكن خد الكره من اوطى حته تحت، يعني بيرسي تاو لو راح للكره وهي عاليه هيعرف يوجهها في الزاويه البعيده بالظبط، انما طبعا عشان هو استنى الكره لما تنزل لتحت او يلحقها في الحته دي اضطر يحطها في الضيقه في مكان تواجده. مش هقول ان التصرف بتاعه مميز بس هو ما يقدرش يعمل اكتر من كده، يعني الكره دي لو اتحطت فوق زي ما حضرتك كنت بتعمل من على ال 18 وتعملها في العكسيه الناحيه الثانيه هي دي تفرق كتير جدا مع الحارس، ولكن هو تعامل هنا كان تعامل جيد. تعال نشوف بقى الحاله بتاعت ضربه الجزاء، بدايتها كانت هنا كان برضو كره راجعه له من رقم 20 راحت له عايز يبصيها عند الباك رايت مع ضغط كهربا حسين الشحات. ثواني بس معايا، حسين الشحات قطع وعمل كروس وامام عاشور لمس راحت للصوره اللي بعديها، وهو تعامله مع قلت لحضرتك انه ساعات بيخرج بعشوائيه ومفيش تفاهم بينه وبين السرد باكات، والكلام ده من الماتش اللي فات، وقلت لو احنا عرفنا نستغل الحته دي هناخد منه حاجات كتير، وقد كان بيرسي تاو قدر ياخد منه ضربه جزاء وهو كمل فيه. وانا اعتقد ان الحكم ما ادالوش انذار مع انه كان يجب على الحكم في كوره مثل دي انه يديله انذار، ده قرار اداري تبع التحكيم، ولكن انا بتكلم على الحته بتاعتي كحراسه، طالما انا ما وصلتش للكوره وعملت ضربه جزاء كان لازم اخد انذار. طبعا التعامل بعد كده في ضربه الجزاء انا ليا هنا يعني انا شايف انها ممكن تتعاد. احنا عايزين الصوره كامله، هل جزء من رجله كان على خط المرمى؟ انا دلوقتي اثناء التصدي احنا مش شايفينها بالكامل، اثناء التصدي كان في جزء من رجليه لامس الخط اليمين، يعني رجل اليمين لمسه جزء من الخط طبعا. بس انا شايف انها برضو كانت ممكن تتعاد لان ساعه اللعب كان هو خد التراي بتاعه، بس طبعا خلاص الحكام والفار وكل حاجه ده ما رجعوهاش. ولو جيت بصيت حضرتك برضو السرد باكين داخلين ممكن تتعب، يعني خلي بالك ممكن تتعب بكل الطرق. بس احنا مش هنتلكك، مش احنا اللي هنتلكك على ضربه جزاء زي دي بصراحه بكل امانه. هو تصدى ليها كويس جدا، ويمكن ساعده ان كل السوشيال ميديا كانت بتقول ان احنا هنلعب يمين والكلام من ده بالزبط. بس انا كنت اتمنى، انا قلت لحضرتك المباراه السابقه اتمنى ان علي معلول زي ما متعود يحطها في النص عاليه كان يعملها او ناحيه الشمال، ولكن كانت تبقى اقوى من كده شويه. قدر الله وما شاء فعل، وهارد لك لعلي معلول. اللي بعديها كوره سهله جدا جدا، ارتقاء عالي يقدر يمسك الكوره بكل سهوله وبكل اريحيه. تاو في ظهره اصلا ومش شايفه عشان هو خايف، وانا قلت لحضرتك من الاول ان هو تحت الضغط هيبقى متوتر. الكوره بتقع من ايده بتنزل للاعب المغربي الباك ليفت بيشوطها بتيجي في رجل كهربا وفي القايم وتطلع، وده برضه بادلك، ولكن ده برضه من الاخطاء المتكرره ليه. الكره اللي بعديها على طول في الدقيقه 32 الكره عاليه من ناحيه اعتقد حسين الشحات اللي رفعها، بيمسك الكره بكل اريحيه برضه بتقع منه تحت رجليه وما بيعرفش يتعامل معاها. ما هو ممكن تقع مني واعرف ارجع اتعامل معاها، لا ده هو عمل ايه؟ ده عمل مصيبه بقى في الكوره، انه رجع بعد ما كهربا حط جسمه عايز يحضن رجل كهربا من تحت. لا ثانيه واحده في اللي فاتت، معلش ارجع لي فريم صغير ده. ايوه هنا هو كهربا حط جسمه، كهربا لو زي ما بنقول الكوره كده لو صايع كوره كان وقع على وشه، كان وقع.
الفريم اللي بعده يعني هو دلوقتي الفريم اللي بعده مسك رجل كهربا اليمين، لازم كان كهربا يبين انها ضربه جزاء. انا شايف من وجهه نظري برضو انها ضربه جزاء، ولكن عشان كهربا لحقها ولعب ممكن ما تتحسبش، بس في العموم اللي يشوف الكره مره واحده انا شايف انها ممكن تتحسب ضربه جزاء برضو، ولكن ده برضو يدلنا دليل على اللي حصل. بالدقيقه 36 الشوط الاولاني ثانيه، يعني الدقيقه كل ده كان في الدقيقه 32، الدقيقه دي 36 مفيش حاله واحده لويليامز حارس سان داونز. ده معناه ان احنا من الدقيقه 35 اوت اوف ماتش، اوت اوف كل اوت اوف كونسنتريشن، مفيش تركيز، نزل المعدل البدني فاثر على الاداء الفني. بس حتى لو ساعات المعدل البدني بينزل بس بيبقى فيه حتى شوتينج، بيبقى فيه انفرادات، في كروسات بتتلعب بالدماغ. يعني مثلا موديست جات له واحده كورنر من علي معلول، حط دماغه من تحت كده جت في دماغه وعدت العارضه من فوق ب 30 يارد. لا انا مش بقطع في حد والله، بس دي ممكن لو هو تعامل معاها كويس يا كابتن عادل ممكن تروح في حته سهله جدا، يعني كروس سهل وهو مسته في الحاجات دي، وبرده حط دماغه اصلا في الكوره غلط فطلعت عاليه، ودي برده بتاعتكم مش بتاعتي. بس انا هرجع للقطه اللي فاتت، كان الشناوي كان فاول وموقف حته صح، واللي اتكلمت عليه الماتش اللي فات قلت لكم تمركز الشناوي بيبقى تحت، المره دي اول مره الشناوي يبقى عند الخمسه يارده، اول ما الكره اتعملت تشيب باص قدر يروح ياخدها قبل الاثنين. ده في ده الشوط الاولاني. الشوط الثاني مفيش حاله غير الحاله اللي علينا، والشناوي عرف يتعامل معاها كويس جدا. ولكن لو كان انا من وجهه نظر يعني بعد اذن حضراتكم واكيد انتوا خبرات اكبر مني، ما كانش لازم يروح برجليه، كان الاسهل يروح يترمي بايده، لان برجليه دي بتحطنا تحت طائله الخطر 50-50. صح. لو لمست الكوره ما اتحسبتش، لو لمست رجليه ضربه جزاء وانذار. انما هنا الاسهل لي انا كحارس لما المهاجم يجي عليا هخوفه برجلي ولا هخوفه وانا رايح طاير بجسمي وقافل عليه كل زوايا؟ ايه الكوره بتاعتي اصلا؟ ها؟ كورتي انا وطايره بالظبط بالظبط. وحتى لو هو خبطنا هتبقى فاول عليه هو، انما دي فيها 50-50 بنالتي، لحق لحق ما لحقش ما لحقش. انما الحمد لله لحق وربنا كرمنا وسطرنا وعدت. اتمنى ان الاخطاء الصغيره دي زي ما كابتن عادل قال احنا بنعرض الحاجات دي عشان نتعلم فيها فيما بعد. يعني ده التصرف كنت اتمنى ان الشناوي يروح فيه بايده، قدر الله ما شاء فعل. انما اللي عايز نتعلمه برده كهجوم ان احنا يا جماعه لازم جاي لك 50,000 بقالك كتير ما جالكش 50,000، لازم اسدد مره واثنين وثلاثه والعب على الجون. الجون ما كانش عارف يمسك الكوره، كل كره بيمسكها بتقع منه، كل كره باص جاي له مرعوب مش عارف. فاحنا قصرنا في الحته دي شويه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. نتمنى الخير في اللي جاي ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله القادم افضل. شكرا جزيلا كابتن.